أستاذ جناح إبراهيم، أستاذ متقاعد، لاعب سابق لاتحاد داروداند، مدرب سابق لاتحاد داروداند، ومسير سابق لاتحاد داروداند، فاعل جمعوي، رئيس جمعية قدماء لاعب اتحاد داروداند. حنا هنا إن شاء الله باش نعطوا واحد لمسة تاريخية على الكرة في مدينة داروداند، وكنفضل أنني نهضر نقول ذاكرة مدينة داروداند الرياضية، خصوصا مجال كرة القدم. وغادي نبدا بتأسيس ديال كرة القدم في مدينة داروداند. التاريخ يعود لأواخر الثلاثينات، وبالضبط 1937. كان تأسس هنا فريق ديال كرة القدم، اللي أسسوه هما أنا ذاك المستعمر، خصوصا أن مدينة داروداند كانت فيها واحد العدد، واحد خمسة ديال القشالي ديال تسمى ديك الساعة لا ليجوند دونور، تعني لا ليجو. وكان السيد لانيماتور اللي هو واحد لانيماتور ديال هذاك ديال ديك المجموعات، كان يهوى كرة القدم، وبالتالي بعد ما جرى واحد العدد ديال المقابلات فيما بين هذوك لي كازان، ارتاى انه يقلب ويحدث فريق في داروداند كما هو الشأن في واحد باقي دول مدن المغرب، لان ديك الساعات المستعمر هو اللي عنده الحق انه يأسس كرة القدم، باش ما يكونش تكتل، باش ما يكون خوفا من التكتلات وخوفا من واحد العدد ديال الامور. وبالتالي نفس الشيء صار على سميتو على مدينة داروداند. واللي كان توسط لي في هذه العملية هذه هو السي الحسين الدمناتي، حسين الدمناتي العم ديال الوزير ديالنا السابق اللي هو عثمان الدمناتي، هو اللي كان توسط ليه على اساس باش اتصل بالاخوان ديالنا هنا في داروداند، الناس ديالنا اللي هما حرفيين. كانت واحد الدائره هنا في مدينه داروداند كما هو الشكل في المدن القديمه، كان ما يقام كل جمعه ما يسمى بالنزاهه، وكانوا الاغلبيه ديال الناس اللي قاموا هذيك النزاهه ناس حرفيين، كانوا تيمشيو لان غير كتخرج على السور تاع داروداند كل ما يحيط بداروداند، ما غير الفدادين والبساتين والمياه، وكانت الخضره. بالتالي كانوا كيديروا الاقامه النزاهه ديالهم، وفي هذيك النزاهه كيديروا واحد العدد ديال المسائل من الانشطه. ديك الساعات كان واحد العدد الانشطه، كيلعبوا الشاره، كيديروا المعابزه، كيديروا، ومن بين المسائل كانوا كيديروا كره القدم. كره القدم كانوا كيمارسوها بواحد الكره كتسمى مصوبه من الشريط. وكان السيد اللي معروف بصناعه هذه الكره هو ابا علال شاكير. ابا علال شاكير حتى هو من اللاعبين ديال الراعي الاول، هو اللي كان كيصوب لهم هذه الكره. ولكن بمجرد ما جاء السيد اللي هو سميتو براسو اليوتنو اللي كان مكلف بسميتو، تواصل مع هاد الحرفيين، هو يأسس فريق ديال كرة القدم، وأول مرة كيجيب لهم كرة بمواصفات كرة، ديك الساعة ديك الهنغارية اللي كانت بواحد الفيسي ديالها كيتعقد ويا سي زويد على أيين، حنا لقينا هاد الكرة حنايا تلعبنا بها، كتسمى الهنغارية، هاك هي اللي كانت في الثلاثينات في كأس العالم، بطولة كأس العالم. جاب لهم كرة بمواصفات ديال الكرة، وبدا كيوجههم، قال لهم من الأحسن ديروا ليا في هذاك النزاهة، ديروا ليا مشى عند الحرفيين ديروا كرة القدم. فعلا بداو تيلعبوا كرة القدم، ولا تيقول لهم خصك دير أنت الدفاع، أنت خصك دير الهجوم، تيوريهم ما هما كانوا كيلعبوا داك الشيء ديال بحال الشكل ديال الحرب، كيفاش كانت تأسست الكرة في أيام المعسكرات اللي كانت ديك الساعات في الحروب اللي كانت التاريخ. يعني هذا هو التأسيس ديال كاع الكرة، كان فيه بحال الشكل ديال الخطط، الدفاع، الهجوم، يا سي زويد. بون، على أي نرجعو للتأسيس، براسو هاد السيد اللي هو أسس الكرة هنايا، وهي تونكاجي ليكيب ديك الساعات، كانوا عندهم واحد ثلاثة ولا أربعة د الفرق مع من كيلعبو، كانت
واحد الفرقه تيقول لي لا الصام في مراكش، وكان الفريق في الصويره في الصويره، وكان واحد من 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 اقدم الفرق في هذه المنطقه حتى هما هو الفريق ديال البحريه، كان في الاقامه ديالو في لاكازير ديال بن سرقاو. هذا الشيء على حد قول هذوك الناس، لان انا كنت كنهتم وكان بهذه الذاكره هذه كنت نسول عليها بزاف. وبالتالي هنا تلقات فريق تحت اسم لايصير. اشناهي لايصير؟ لاسوسياسيون سبورتيف رودانيز، الجمعيه الرياضيه الرودانيه. هذه الجمعيه الرياضيه الرودانيه اللي تاسست في اواخر الثلاثينات قلنا، بقاو تيديروا لك مقابلات وهذا، واول مقابله جرات في تارودان كانت ضد الفريق ديال لاليجو. وباش تجرات جراد المقابله هذه جرات في واحد المنطقه تيقول لها هنايا سيدي العربي، كانت الروضه فين كاين دروكا المستشفى. إلزو اميناجي ان تيران، لان ما كانش التيران تما، صوب واحد الملعب على اساس باش ما يبعدوش لك على لي كازار ديالهم، خوفا ماشي ملي دايز الديويد تيعاود لنا الناس القدامى ملي دايز الديويد، لان هنا كان الديويد هو اللي تيخبر بلي راه هناك مقابله ولا هناك موسم ولا هناك شي تظاهره ولا هذا. دايز تيقول اجراء مقابله في كره القدم بين فريق تارودانت وفريق ديال المستعمر. نادو الناس تارودانت خافوا من هذه المساله، تيقولوا ابو حمار هذا جال تارودانت باش تجي تجمع داك الكم من عباد الله ولا شيء. والاغلبيه ديال الناس ديال تارودانت اللي جاوا بغيت يتفرجوا واقفين لهيت في التسع، ما قدروش يوصلوا لسميتو، الوغ كو المستعمر ديك الساعات مسلحين وقالوا بيكون عندنا تجمعات وخافوا من سميتو، خافوا من شي تنقالي بالامور اللي غير الحاجه اللي غير اللي ما تيتسناوها شيء ما تيتوقعهاش. وبالتالي كانوا وجدوا هذه المقابله هذه. هنا ولا دارت تاسست فريق، تاسس فريق ودخلوا تيلعبوا معاهم واحد المجموعه ديال الفرنسيين، ولا ليجون دونور اللي كانت هنا اللي هي لا ليجو راه ما فيهاش غير الفرنسيين، كانوا فيها حتى واحد العدد ديال لي زافريكان لي بيي دليست كاع دوك سميتو اللي كيجيو تي اونجاجيو، لان سيت ان اونجاجمون تي اونجاجيو في هذاك لا ليجون دونور، و تيجيو تيصيفطو من هاد لي كازيرن هذا، لان كان مدينه ثلاث معقل هذوك لي كازيرن. بالنسبه لاتحاد تارودانت، لان اش كاين واحد المطلع ديال واحد القصيده تيهضر على التاسيس، كيقول لك اسم لايصير هو الميلاد، هذاك هو رمز الاجداد، بقاو محافظين على الامتداد حتى عوضوها بالاتحاد. هذا غير مطلع ديال واحد القصيده اللي هي كتشير لهذا التاريخ هذا. بون قلنا هذا الراعي الاول كانوا فيه واحد العدد ديال الناس، بنان ابا علال شاكير المعروف بالشكر، لان شكواري كان كيصوب سميتو هو اللي كان كيصوب من الكره، كان تيقولي العميد كون انه هو اللي تيجيب الكره. وكان سيدي العلوي، قال لك العلوي وخوه البكر لعبوا الكره في ايام المكر، العلوي مولاي ادريس وكاين سيدي محمد، هادو جوج من اللاعبين الانيقين اللي كانوا انذاك فسميتو في الراعي الاول. كاين الحاج احمد بن حسن ليلو المعروف بالجناح اللي هو الوالد ديالي، كاين الرقيب، كاين سبيتيلا، كاين حسن نقر، كاين بس، كان لان كانوا عندهم نوتر كي بريزيرف فيها رزقي، فيها مولاي مبارك، فيها بن عبد الله، فيها واحد المجموعه ديال الناس على اين ما حضرتني شيء الاسماء كلها، ولكن هادو هما هذا هو الراي الاول كان عندهم اون كي بريزيرف اللي كانت كتعو ومن المنشطين انذاك ديال الفريق، لان كانوا كيلعبوا في واحد الملعب تيتسمى التيران القديم فين كاين المسجد دروكا ديال الحسن الاول، مسجد الحسن الاول قدام البوسطه، هذاك هما تما كانوا الملاعب وتما كانوا كيلعبوا. قلنا الراعي الاول هو هذا، عاد تيجي ديك الساعات دوزيام جينيراسيون اللي هي كانت تسمى ليكيب بريزيرف، ابا عمر البولونجي، كاين شانطانان. وعلى ذكر شانطانان هاد السيد هذا
ناض أسس ما يسمى بفلاح تارودن في الخمسينات، وباش يأسس هذا الفريق هذا باع الدار ديالو على أساس باش يمو لازمته، وتحسب له هذه المسألة هذه شانطنا معروف في التاريخ ديال كرة القدم. وكي قلنا تأسس فريق فلاح تارودان سلام تارودان، ولكن رغم النيت ديالي كانت مع اتحاد تارودان ديك الساعة كل شيء في تروازيام سيري في العصاب، رغم النيت ديا استفدت فريق اتحاد تارودان من هاد اللاعبين اللي كانوا في هاد الفروق هادو اللي بارزين، بحال مثلا نيت السي احمد سلوان، بحال السي العربي المرحوم العربي بدر الدين، بحال الباغي، بحال بول مغار، هادو جاو من السلام. وكاين لعاب اخرين اللي جاو من الفلاح بحال الدهان، بحال واحد المجموعه ديال اللاعبين المرحوم الدهان، واحد المجموعه ديال اللاعبين اللي جاو التحقوا ديك الساعه دعموا فريق اتحاد تارودان اللي طلعت في 1967، تسمات فريق اتحاد تارودان في 1949. هنا عوض الله يسير جات اتحاد تارودان في ذاك المخاض ديال المقاومه، وبعد الخطاب ديال محمد الخامس في المرحوم محمد الخامس في طنجة، بدا ديك الساعة واحد العدد ديال الفرق دار اتحاد، اتحاد يعني واحد النوع من التضامن، ومن بينها اتحاد تارودان، اتحاد طنجة، اتحاد سي قاسم، واحد العدد ديال الفرق ديك الساعة آنذاك، لأن هنا تنهضرو على الرياضة ساهمت في المقاومة حتى هي بشكل أو بآخر. بون نرجعو ل 1900، الاسم تاع اتحاد تارودان، قلنا طلعت دوزيام ديفيزيون. ودات ديك الساعات بدات كتمثل تارودان تتمثل تشارك في واحد العدد في بطولات المغرب، هادشي من بعد الاستعمار، بعد ما استقل المغرب وهذا بداو تيشاركوا في البطوله، وفعلا كانوا يحسب الف حساب لفريق اتحاد تارودان. ولا ادلك على ذلك هو ان هناك المجموعه من اللاعبين اللي برزوا في اتحاد تارودان، وعلى راسهم الحاج الحسين رضوان. هذا الحسين رضوان كان فنان، وكان من اللاعبين المدعوون ل 1970 للمشاركه في كاس العالم، لان كان ديك الوقت فين كان في سيدي قاسم، لان مشى من 69 حتى 73 مشى تيلعب في سيدي قاسم ديك الساعات مع بالمجدوب ما تبارك الله، راه ديك الساعة الرئيس ديال سميتو الجامعه. قلنا من بين الاسماء اللي نقدروا نعطاو واحد السمعه المدينة تارودان في الميدان كرة القدم خصوصا، كان نهضروا على مثلا العربي الصويفي، اللاعب اللي لعب في واحد العدد ديال الفرق ديال القسم الوطني الاول، حسن تاكادير، كوكب مراكش، والدفاع الحسين جدي انذاك، كلهم في القسم الوطني. بعد ما مشى من اتحاد تارودان كي قلنا الحسين رضوان، العربي الصويفي كان لاعبين اللي يمثلوا الفئة الصغرى لي جون، اللي هو المرحوم عصافير عبد القادر المعروف بيريري، وجيلي عمران المعروف ب الدكاني عمران المعروف بالدكاني الجيلي معروف بعمران. وكان لاعبين اخرون اللي تبارك الله كحال اللي نهضروا على رشيد الرغني، كان هداف ديال القسم الوطني الثاني، هداف ديال القسم الوطني الثاني في شباب هواره، ولعب واحد العدد ديال الفرق منهم حسنيه تاكادير والتكوين المهني. كان سي هشام ايت الكريف حتى هو لعب في الفريق ديال الاولمبي، الفريق المغربي الاولمبي. وكان سامق عبد الرحيم لعب في حسنيه تاكادير، كان واحد العدد، كان الحاج حمداوي لعب في تيزنيت في الاوج ديال تيزنيت. المهم واحد العدد ديال اللاعبين اللي سميتو. ونفس الشيء بالنسبه للمسيرين اللي مثلوا تارودان في واحد العدد ديال الهيئات، منها الجامعه، بحال مثلا نهضروا على المرحوم الحاج محمد دعداع اللي كان رئيس ديال اتحاد تارودان، ومثل وكان نائب الرئيس ديال الجامعه انذاك. وكاين السي البشاره جمال اللي حتى هو كان داخل عصبه الهوات، وكاين السي الزيتوني لانه ولد تارودان قرا عندي انا تلميذ ديال الزيتوني، حتى هو لحد الان راه هو في الجامعه ديال جامعه ديال كره القدم. كاين سي ابراهيم كرم اللي كان حتى هو ولد تارودان، وكان رئيس عصبه اسفي، وكان عضو جامعي مسؤول على
الكره النسويه. بو كاين بزاف ديال الناس اللي دازوا من سميتو، كان الماخود كان نائب رئيس عصبه، كان السي احمد سوان كاتب عام ديال العصبه، اي انسي سويت. بون بالنسبه للاتحاد التالودان التاريخ ديالها، مؤخرا في السنوات الاخيره الاتحاد التالودان اندحرت بواحد السرعه ما شاء الله. ان كنا في الثمانينات اللي كيهضرنا على التاريخ ديال الستينات حتى السبعين عاد طاح الفريق، هذاك من الاوج ديال السنوات اللي كانوا اواخر الستينات حتى السبعينات من اوج التاريخ ديال الاتحاد التالودان، في حيث ان لعبت مع الجيش الملكي ولعبت مع مع الفتح الرباطي في هذا الوقت هذه، باش تلعب مع الفتح ديك الساعات ومع الجيش راه ماشي ساهل، من بين 60 و70. ومن بعد في بدايه في الثمانينات طلعنا في 1979، انا ديك الساعات كنت من الفريق اللي طلع ديك الوقت في 79. بعد ما قضينا واحد سنوات في القسم في العصاب، نجيو مقابلات ديالنا داخل العصبه، طلعنا في 1979 وبقينا حتى تقريبا 87 حتى 87 من 79 حتى 87. كان الاتحاد غادي في واحد تصاعدي، واحد طريقه تصاعديه، بحيث في نفس الوقت لعبنا في واحد العدد ديال تمون النهايه مع الفرقه اللي دات البطوله ديال مجد المدينه، لعبنا مع تمون النهايه، لعبنا مع البرنوسي تمون النهايه، لعبنا مع الجيش الملكي تمون النهايه ديال كاس العرش. وكنا فعلا ديك الساعات تنشاركوا في بطوله القسم الوطني الثاني، بحيث ان كان عندنا مقابلات ديالنا من الرباط حتى العيون، وكان التنقل بالنسبه للعيون كان ديك الساعات بالسياره. في بدايه الثمانينات كنا كنمشيو بارافيون ديك الساعات باش نلعبوا في العيون. بون ولكن من 87 بدا الفريق تاعي سميتو تقسم ديك الساعات، جا القسم الاول هوات، من بعد والطامه الكبرى 1900 2000 2008 وقع لنا واحد، انا كنت داخل ديك الساعات المكتب المسير، وقع لنا واحد الاشكال اللي جعل في ديك الوقت اول سنه كنجيبو ما يزال 17 لاعب من خارج مدينه التالودان. اول سنه كنجيبو 17 لاعب من خارج مدينه التالودان، وهذا هو انا بعدا بالنسبه ليا هذا هو سبب ازمه كره القدم في مدينه التالودان، بالاضافه للسياسه. ما ندخلش السياسه شنو هو المشاكل السياسيه، نهضروا غير نبقاو غير في المجال الرياضي. من ديك الوقت بدا واحد عدد الصراعات، لان خلو الناس بصراحه ديك الساعه تيسيروا اللي كانوا بعاد كل البعد على الرياضه وعلى التسيير، ونقولها بصريح العباره، كان واحد الخليط ديال ناس نطلبوا الله تعالى الله يغفر لهم، لان هذا سبوا في الانتحار ديال الفريق من بريمير سيري هوات وحنا غاديين حتى العصب. دابا ميزان الخشاش بين الصعود للقسم الوطني الثاني هوات والمشاركه في بطولات العصبه لحد الان، وهذا هو السبب. هذا تقريبا واحد النبذه خاصة على اتحاد تالودانت، وعلى ودابا راه كنتألموا حنا جميع، لأن المشكل الكبير هو الذاكرة الرودانية في واحد العدد ديال التاريخ ديال تالودانت، التاريخ ديال تالودانت، لا من ناحية الاسم ولا من ناحية التاريخ والأصل، ما زال هناك تذبذب، هناك العديد من القصص والعديد من الحكايات شفاهية. وخفنا أن الذاكرة الرياضية يوقع لها ما وقع للذاكرة ديال مدينة تالودان في الاسم وفي التاريخ. وشكرا، تحياتي.